الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم أن نلقاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربنا رحمةً للعالمين، فكثر به بعد قلة، وأغنى به بعد عيلة، واستقامت ببعثته الملة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، خلق الله جل وعلا الرجل والمرأة، وجعل لكل منهما خصائص وصفات تختلف عن الآخر، والنساء شقائق الرجال، ولا يستغني أحدهما عن الآخر، وهما لبنة الأسرة وركناها اللذان لا تقوم إلا عليهما. فما علاقة هذه المرأة بالرجل؟ أولاً، هي الأم، فالأم كلمة تلهب المشاعر، ورمز حنان يستهوي القلوب، وذكر عنوان ذكريات لا تنمحي من الوجدان. خلقت في بطنها، وتكونت في أحشائها، ورضعت من ثديها، ونشأت وترعرعت في حضنها، الجنة تحت رجليها، ورضا الله في رضاها، ورضا الله في رضاها. وعلاقة الولد مع الأم هي علاقة الغصن مع شعبته التي نبت منها، وهي علاقة احتياج لا حدود له، ويتنوع حسب مراحل العمر، فهو في البداية ضروري، ينال فيه الولد ما تتوقف عليه حياته، ثم يبقى حاجياً مدى الحياة، فأغنى الناس وأكثرهم جاها، وأحذقهم وأكثرهم معارف، لا غنى له عن نظرة حنان تنبعث من حدقة الأم. تلكم النظرة الميمونة التي تفصح عن الود غير المشروط. وفي المقابل فالأب كلمة تشد العزائم، ورمز عز لا يشوبه ذل، وعنوان قوة لا تعرف الضعف، ومشروع بذل لا أنانية فيه ولا تقتير، ومن صار أبا عرف ذلك. ثانيا، هي الأخت التي شاركتك مكان النشأة، وعاشت معك الحلو والمر تحت سقف واحد، ولعبتما معا في مراتع الصغر، محل ثقة لا تستدع التحفظ، وسند مضمون تجده معك في أحلك الظروف وأضيق المواقف. وبالمقابل فالأخ عز الأخت، وحصنها المنيع بعد الله تعالى، وبوجوده تأمن تطاول المتطاول، وبسيفه تقطع كف الشر إذا امتدت إليها. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون
وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد. ثالثًا، فالمرأة هي الزوجة، هي الزوجة التي هي عنوان صدق المشاعر ورمز صفاء العواطف ومنبع حنان ينعش الجوانح وسعادة تجلب الراحة وثقة تطرد الشك والريبة. بينك وبينها من الخصوصيات ما لا يكون بينك وبين غيرك كائنا من كان، وتعقد معها من الميثاق الغليظ ما تتحول به من أجنبية إلى شريكة حياة بلا حدود، بلا حدود ولا حواجز. ومهما كان المرء مع أحب الناس إليه فلا يكتمل أنسه ولا تسكن نفسه إلا بوجود الزوجة، وهذا من آيات الله تعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا تقتصر أهميتها على هذا الحد، فالزوجة الصالحة القوية رأس مال ميمون. وقد عرفنا كيف وقفت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الوحي، وكانت له سند صدق. وبالمقابل، فالزوج هو ذلكم الحصن الذي تستشعر المرأة الأمن معه، وشريك السراء والضراء الذي تبتسم الآمال بوجوده. رابعا، المرأة هي البنت، هي البنت بضعة منك وريحانة أنفك، قلب صاف ومودة لا محدودة، يمكن أن ينفض الأحباب من حول المبتلى ويتخلوا عنه وهو أشد احتياجا إليهم. لكن البنت تصمد في مثل هذه الحالة، ويظهر صفاء جوهرها وكونها النعمة العظيمة. والبنات كما قال معاوية رضي الله عنه: فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان ولا أذهب غبش الأحزان مثلهن، يعني البنات. وبالمقابل، فالابن هو الغصن المورق الذي يمتد به ظل الأسرة، والساعد الذي تتحقق به أنواع النصرة، ويبقى لآبائه ببقائه الذكر، ويشتد بوجوده الظهر بإذن الله تعالى. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله. قد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين،
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى، واجعلنا وإياهما آمرين بالمعروف مطبقين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، واجمع لنا اللهم بين سعادتي الأولى والأخرى. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا النية والزوجات والذرية يا رب العالمين. اللهم في هذا المكان الطاهر، في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة الشريفة، أنزل علي وعلى هؤلاء الحضور رحمة من عندك، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا وأغننا، اللهم اسقنا وأغننا، اللهم اسقنا وأغننا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تحيي به البلاد وتسقي به العباد، تجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا ولهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.